من أكتر أخطاء حياتي اللي بندم عليها إني وأنا صغير أكتر من درس مخلوع عندي، وده ما كانش مرض أصبر عليه واحتسبه عند ربنا، ده كان إهمال في حق جسدي، جسدي الأمانة اللي ربنا استودعني إياها. كل شوية تألم واخد مسكنات والتسوس يزيد وأنا مش مهتم، لغاية ما في يوم أصحى لازم الدرس يتخلع. يمكن لو كنت أعرف إن إهمالي في حق جسدي ده اللي هيصاحبني طول عمري هو تقصير في حق ربي ما كنتش عملت كده. هذا الجسد بيشبهه بالدابة اللي أنت راكبها عشان تنفذ مراد الله. فالعبادة بالجسد ومساعدة الخلق بالجسد وعمارة الكون والشغل بالجسد، هذا الجسد ممكن ما يسويش شيء لو ربنا طلبه مني إني أضحي بيه في سبيل وطني أو ديني، لكن في حياتي الطبيعية كان سيدنا النبي واضح عليه الصلاة والسلام. يوم ما قال لسيدنا أبو ذر لما شافه بيصوم كل يوم ويصلي طول الليل مش بينام مش بيريح جسده، فنهاه عن العبادة بالطريقة دي وقال إن لجسدك عليك حقا. والواحد محتاج يتزن في معاملته بالجسد، لأن الإمام الأوزاعي الكبير بيقول: ما من أمر أمر الله به إلا وعارضه الشيطان بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. ربنا قال لك حافظ على جسدك، فالشيطان يا إما يخليك عندك غلو فتقول مش هتعب في الشغل عشان أحافظ على جسدي، ده حق ربنا عليا، ده اسمه غلو، أو تقصير إنك تدمره بالعادات السيئة والسهر وتقول مش مهم جسدي المهم القلب، ده تقصير، والشيطان بيلعب على الاتنين دول. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان بيخطب فشاف بره المسجد واحد واقف، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه، أؤمروه يعني، فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، عايز يصوم يصوم، لكن إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. ليه واقف في الشمس ومش بيتكلم ومش بيستظل؟ هذا الجسد ليه عليك حق، ده صاحبك يصحبك طول العمر. وواحدة استفتت سيدنا رسول الله: ينفع أحج وأنا حافية؟ كأنه نوع كده من التجرد لله، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتمشي ولتركبي، امشي وانت لابسة النعل طبيعي جدا، ولو عندك ركوب اركبي، إن لجسدك عليك حقا. وربنا قال لسيدنا رسول الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن الإنسان يبلي جسده بدون ما ربنا يطلب منه حاجة زي كده، ده عكس إن لجسدك عليك حق. بل إن الحفاظ على الجسد ورعايته ومداومة علاجه ده شيء من مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النفس. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، جميل، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اسمع، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فكان يدعي النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربنا يمتعه بالصحة والحفاظ على الجسد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحفاظ على الجسد من النعم الثلاثة الكبرى، حتى قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لكن لو ربنا قدر على حد مننا المرض وألم الجسد، ده ملك ربنا، يفعل ما يشاء، نرضى بحكمته. لكن في نفس الوقت أثناء المرض عبادة إن إحنا نتداوى من لحفظ هذا الجسد من الآلام. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم وكأن اللي بيسأل فاكر إن التداوي اعتراض على قدر الله في المرض، فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وعايز أقول لك حاجة كمان، اعمل زي سيدنا النبي، ده حق جسدك عليك، جسدك ده صاحب العمر. ادعي كل يوم زي ما سيدنا النبي كان بيدعي في أذكار الصباح والمساء 3 مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. كان بيقولها 3 مرات بعد الفجر و3 مرات بعد العصر في أذكار الصباح والمساء. وابدأ من النهاردة وبحزم رحلة التوقف عن العادات السيئة القاتلة زي السجاير اللي بتقتل 13,000 واحد في اليوم. بطل قلة النوم بدون مبرر، اللي عنده قدرة ينام بدري من حفاظك على نعمة ربنا اللي ليها عليك حق الجسد، نام بدري لو تقدر.
واحترم الدواء لما تكون عيان وموعد الدواء، وانفق على الدواء، ده انفاق في سبيل الله. واحترم مواعيد الدواء، ما تهملش في حق نفسك كما تحترم مواعيد العبادة، فكلاهما عبادة. وسيدنا معاذ بن جبل علمنا حديث النبي: لن تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن أربع، أول حاجة عن جسده فيما أبلاه. فيلا بسم الله، صاحب صاحبك اللي هو جسدك ده صحبة بالمعروف والإحسان، وإن لجسدك عليك حقا. فاللهم يا رب عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا دوما وأبدا ما أحييتنا، نحن وجميع من نحب، يا ولي الصالحين.